أخبار اليوم. لما الناس بتدور على هو بعض الدول بتتقدم وبعض الدول بتتخلف ليه، ففي نظريات كتير قوي. حد يقول لك إن في حد ما عنده موارد طبيعية، إنه عنده المكان والزمان العبقري وكمال حمدان ومعرفش إيه، أو يقول لك إنه ببساطة شديدة ما يضمن استمرارية ورفاهة وتقدم الاقتصادي في دولة ما هو النظام السياسي ومدى inclusiveness. في حاجة يسموها inclusive political institutions, extractive political institutions. الدول اللي النظام السياسي بتاعها غير جيد بيعملوا بقى، بيبقى rent seeking economy، فيقعد يفصل لأصحابه. في كده جزء من الاقتصاد الفترة الأخيرة اسمه كروني كابيتاليزم، تلاقي في النظم السياسية غير المنفتحة إن مجموعة قريبة جدا من النظام السياسي بيقسموا الكعكة مع بعض، وده اقتصاد بيحقق الرفاهة لبعض الناس لكن مش لكل الناس. لو بصيت على المجتمعات المتقدمة الآن مش هتلاقيها لا ديكتاتورية ولا رجعية ولا فاشية ولا معرفش، كلها وبلا استثناء دول متقدمة النظام السياسي بتاعها نظام جيد. فيعني ده مش عارف أقول لك إيه أكتر من كده. يعني أنا مقتنع قناعة شديدة، بقالي 30-40 سنة بشتغل في الحكاية دي، وعمال طول الوقت أدور على اللغز، حلل اللغز هو الدول بتتقدم ليه، والوقت زي نيوتن كده وجدتها. يعني النظام السياسي صحيح إن أنا مش متخصص في الجانب السياسي، إنما أنا متعاطي ليه كمواطن على الأقل.